من الكرام فتحت البوابات على بركة الله في ثامن أشواط هذه اللمسية للجياد المحلية إنتاج السعودية التي لم تربح وقيمة الجائزة 40,000 ريال. يبدأ الانطلاق إلى المركز الأول، تبدأ شيخة الجنوب من المسار الداخلي، وكذلك أشاهد ترام راما في المرتبة الثانية يتقدم الآن إلى المرتبة الأولى مع بقية الأسماء. الجياد المحلية إنتاج السعودية على هذه المسافة، مسافة 1800 متر، الجميع يريد أن يغادر، وأشاهد إبداد من المسار الخارجي وكذلك التقدم من قبل ساطي إلى مراكز متقدمة، وحبيب نادر مع بقية الأسماء، وندير الفرس الاحتياطية التي تمكنت من الدخول إبداد في المرتبة الثانية، وحبيب نادر يتقدم في المرتبة الثالثة، وكذلك البواردي في المرتبة الخامسة، بينما سيل الربوع في المرتبة الثالثة والرابعة، التقدم شيئا فشيئا، أبو عامر في المرتبة الثانية والمركز الأول، لا يزال لشيخة الجنوب تتقدم إلى المركز الأول، بينما إبداد في المرتبة الثانية وكذلك التقدم من قبل أبو عامر بجواره، الله يخليك في المرتبة الثالثة والرابعة، هل تواصل شيخة الجنوب؟ بينما إبداد مع عبد الله العوفي بالشعار الأحمر مع بداية ال400 متر الأخيرة، ال400 متر المثيرة، شيخة الجنوب في المركز الأول وكذلك إبداد بقوة، الأحمر قادما، عبد الله العوفي يستحث إبداد، ولكن شيخة الجنوب تتقدم إلى المرتبة الأولى، وكذلك أشقر رماح من المسار الخارجي، أشقر رماح بقوة يتقدم، أشقر رماح بقوة قادما يشعل الأفراح بانتصاره الأول، ويغادر فئة الجياد التي لم تربح من نسل فحل الحاكم.